يا اخي شنو هو حمد ابراهيم؟ حمد ابراهيم حاجه هايله، حاجه هايله، يدوا بالكم تخسوني، راني حاجه هايله. شنو عندك ساعه وانت حاجه هايله، حاجه هايله؟ يا اخي جاي ناخذ في سبادري انا، شو سي احمد ما فهمناش هكا راه، قلت لك راك كاميرا نعطيك 10,000 تو 10,000 نكملها لك راس الشهر وصبرت عليك، قلت لي شوف لنا جماعه من الحوم اعطيهم سيجار وسيجار وخلي نعبوا الصاله وشوفنا، هم متفاهمين من الاول على 4 ساعه واقلب مش ساعه. لا لي ولدي خبزه عاد هكا انا نقول لك، شوف انا نقول لك راكم باش تخسوني، راني حاجه هايله. لا حاجة هايلة. شنو هو توا قالوا تخسروني عليه ورقة برومو سبور اخي انت؟ شو سي احمد توا سكرنا وبيت الرزق. حتى ولاد الحومة الفايق فيهم داخل تحت المرابعة. فارش كيفاش سي احمد؟ هاي 10,000 وكان على باكو كريستال اللي فرقت على ولاد الحومة. توا خلصك فيه وسمير. خلي نخسروك ونمشي نشوفوا حاجة أخرى نعملوها. راني حاجة هايلة. انا نقولكم انت خبول خايف عليكم تخسيون، جايبوني تو تحبوني يعني ما عنديش الدون، انت جديد حزبي هوني لازق لازق اولوني، مالا نقولكم انت خبول انت خبولي طيبحوني، انا نقولكم انت خبول خايف عليكم تخسيون، جايبوني تو تحبوني يعني ما عنديش الدون، انت جديد حزبي هوني لازق لازق اولوني، مالا نقولكم انت خبول انت خبوني طيب حوني، ارقصوا ارقصوا وغنوا حزب التجديد وافرحوا وامرحوا امشوا لبعيد، ارقصوا ارقصوا وغنوا حزب التجديد امشوا لبعيد، ارقصوا ارقصوا وغنوا حزب التجديد وافرحوا وامرحوا امشوا لبعيد، ارقصوا ارقصوا وغنوا حزب التجديد وافرحوا وامرحوا نمشوا لبعيد.